قليل والتي تخص مباراة مولودية بجاية وشباب باتنا والتي فاز فيها فريق مولودية بجاية بهدف دون مقابل في اللحظات الأخيرة. بعد هذا الفوز رسم صعوده فريق مولودية بجاية. اليوم لاعبين نشكر كامل اللاعبين على مجهودات فوق أرضية الميدان، نظن حققنا الأهم وهو البطولة. نشكرهم كامل بزاف، نشكر سطاف التكنيك، سطاف الإداري الطبي، كاع كانوا معاونين هذا الفريق. نشكر ثاني الأنصار مالغري أكشف الدنيا المينيت كاع داروا علينا، حنا طالعين ما باليش عليه، مي على بالي التقلق والستريس تاعهم. الحمد لله اليوم وفقنا ربي وفزنا بثلاث نقاط. ربي الحمد لله. اليوم نقول ان الموب عاد الى قسم الكبار، قسم الاول. ان شاء الله نتمنوا له انه يعني هذا النتيجه هذه تخليه يفكر في مستقبل، يعني باش يبني فريق كبير. اظن ان الكل ساعد الفريق في هذه المرحله هذه، من يعني الاطارات، من يعني مسيرين، الطاقم الفني القديم، سي بسكري ولا سي رشيد بوعلاطة. أظن أن الأمر يعني كامل ساعد كل واحد من جهته. اليوم صح لقينا فريق خصم عنيد كان يبحث على تعادل أو الفوز باش يعني يبقى في القسم الثاني، ما كانتش سهلة.